ويشترط للمس على الخفين شروط من أبرزها أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وفي معناهما الجوربين، فمن لبس الجوربين على غير طهارة فليس له المس عليهما، أما إذا لبسهما على طهارة فيمسح عليهما. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز لبس الجوارب على غير طهارة، يجوز أن يلبس الجوارب على غير طهارة، لكنه إذا لبسها على غير طهارة فليس له المس عليها، أما إذا لبس الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما. ويشترط كذلك للمس على الخفين أن يكون الخف أو الجورب طاهرا مباحا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض وهو ما يجب غسله من الرجلين. وبناء على ذلك فإذا كان الخف أو الجورب خفيفا يرى من ورائه لون البشرة فإنه لا يمسح عليه في قول أكثر الفقهاء، لأن الخفاف المعروفة عند العرب هي التي يحصل بها التسخين والتدفئة للقدمين، ولذلك تسمى التساخين، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: أمرنا أن نمسح على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. أما الجوارب الخفيفة التي لا يحصل بها التدفئة للقدمين فهذه ليست على طريقة خفاف العرب التي وردت السنة بالمسح عليها، ولهذا فعند أكثر أهل العلم أنه لا يصح المس عليها. والضابط في هذا أن يكون الخفان أو الجوربان لا يرى من ورائهما لون البشرة، فأما إذا كان يرى من ورائهما لون البشرة كالتي تلبس للزينة فهذه لا يصح المسح عليها. وأما بالنسبة للخروق التي تكون في الجوارب فإذا كان الخرق كبيرا فلا يصح المس على الجورب في هذه الحال، أما إذا كان الخرق يسيرا فيتسامح في ذلك الخرق اليسير، ولأن غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة، وكثير منهم كانوا من الفقراء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المسح على الخفاف التي فيها خروق يسيرة. لكن إذا كانت الخروق كبيرة فالأصل أن ما ظهر من القدم ففرضه الغسل، ولا يمكن الغسل في هذه الحال لفوات شرط الموالاة، وحينئذ لا يصح المس على هذا الجورب الذي فيه هذا الخرق الكبير. فنخلص من هذا إلى أن الخروق التي تكون في الخفين أو الجوربين إن كانت كبيرة فلا يصح المس عليها، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كانت صغيرة فيصح المسح عليها.